سامر جاويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل البهي والجمع الذي قبل مشاكم وبورك مسعكم الأواحد المباركة راحة الأصالة والخلود راحة الفن الخالد كما يجب أن يكون. أصدقائي العنوان بهاء العدل وترتكز على محورين، الأول هو الترحيب بأخي وصديقي الحبيب الذي أشرف صداقته وعائلته مع المستشار الأديب الكبير بهاء الدين المري علم أعلام القضاء المصري الشامع. والثاني هو الحديث عن العدل وأصالته ودوره في بناء الأمة. مع التسليم وأرجو أن تحفظ كذبكم. بهاء العدل. اليوم يزهو الشعر والشعراء ويزين محفل البهية بهاء. نجم هو المري يزهر بيننا. نجم هو المري يزهر بيننا وبنوره غمر القلوب صناعه. قد هلك العيد السعيد واحتي فتعطرت من نفحه الأجواء. ذاك الأديب الألمعي ويا له فبذكره تتسابق الأنباء. أسد العدالة لا يهاب بصورة وبعدله تتسامر الأصداء. نبدل التحية لحضرتك نورت الواحد على المستشفى. أسد العدالة لا يهاب بصورة ولعدله تتسامر الأصداء. والعدل من أزل الوجود أصوله أرساه ربي والوجود فناه. فالله عدل، فالله عدل قد تجلى باسمه فتباركت في ذكره الأسماء. ولقد رباه الأنبياء بحكمة وتلاه أحمد وورى شهداه. وأقام صرحا للعدالة شامخا ولكم سعى في ظله رغماه. أنعم بفاروق العدالة قدوة فبأي وصف قد حدته سماه. والأشعري بذا المعلم واقتدي بوصية يرنو لها البصراء. العدل فينا، العدل فينا والأوائل آية. روادنا هم والنجوم سواء. يا قوم صونوا للعدالة حقها هل كان للحق القديم كفاء. من ذا يغن مع المظالم رفعة من دون عدل هم يقوم بناه. هيا ارفعوا للعدل فينا راية من دون عدل فالبناء هواء. إن غاب عنا العدل ويلنا حتما فتذهب ريحنا الأهواء. بلدي بلدي بنات العدل في فجر الدنيا وحبات نجدا شابه قدماه. والدهر يرمي للوجود سطوره فعلاك فعلاك صفر خطه حتماه. فسكنت في قمم العلال فريدة فسكنت في قمم الخلود فريدة وزهاك من رب السماء علاه. يا مصر إنك للعدالة منهل وغدير وغدير عدلك للوجود رغاب.
تبقين يا مصر الخلود عزيزة، تبقين يا مصر الخلود عزيزة، ومن الصميم لك البقاء دعاء. أشكرك. كلمة يديه.